عليك ترى انا اليوم ولله الحمد اول يوم تطبيق عدم الالزام بلبس الكمامه في الاماكن المفتوحه واحنا في مكان مفتوح. الحمد لله حقق هذا بتوجيهات خادم الحرمين ومتابعه ولي العهد ولله الحمد. اليوم حققت المملكه والجائحه مستمره في العالم مكتسب جميل جدا. يعطيك العافيه على جهودك، ما قصرت وبيض الله وجهك. شكرا فيصل، واشكر جميع الزملاء على جهودهم الرائعه.